السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه مشاريب هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على سياده الوزن 5 كيلو في 10 ايام. قبل اي حاجه سمحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. كل الناس بنسبة 80% أو 90% بيعانوا من مشكلة النحافة الشديدة، ودايما بيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يبحثوا عن أبسط وأسهل المشاريب. إن شاء الله يكون حتى مشروب واحد بس يساعدهم على سيادة الوزن 5 كيلو في 10 أيام. وبرضه في بعض البنات وبعض السيدات اللي موجودين أو المشتركين على قناتي طلبوا مني قبل كده كتير جدا إن أنا أرسل لهم فيديو عن مشاريب لسيادة الوزن، وزي ما قلت لكم إن شاء الله يكون حتى مشروب واحد بس، لأنه طبعا يعني مشكلة النحافة الشديدة أحيانا بتخلي الشخص النحيف سواء كان بنت ست راجل شاب يعني إيه بيحسوا أو بيشعروا بالإحراق الشديد جدا بسبب نصرة الناس ليهم، وكمان برضه بيبقى نفسهم يلبسوا حاجات كتيرة جدا وللأسف جسمهم ما بيبقاش مساعد على ان هم يعني يلبسوا الحاجات اللي هم بيحلموا بيها، ولا حتى برضه بيكون عندهم طاقة كافية في يومهم ان هم يأدوا المهامات بتاعتهم. وبرضه يعني النحافة الشديدة احيانا يعني لا سمح الله وبعيد عننا من كل حاجة وحشة بتعرض صحتكم لامراض وحشة جدا على المدى البعيد، يعني كل ما تتقدموا في العمر هتحسوا بتعب شديد جدا بسبب النحافة. فانتوا لازم برضو بجانب المشاريب دي تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تمشوا على نظام دايت تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي، لان طبعا المشاريب او المشروبين اللي انا حاردتهم عليكم ان شاء الله في فيديو النهاردة مع النظام الغذائي او نظام الدايت يعني اللي هو بيساعد على سيادة الوزن هيساعدوا على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل سريع جدا. لكن لو مشيتوا على المشروب بس او يعني اي واحد من المشروبين اللي انا هقول لكم عليهم ان شاء الله في فيديو النهاردة طبعا ان شاء الله هتوصلوا للهدف بتاعكم، ولكن هيكون بعد فترة طويلة جدا. فاحنا ليه يعني ما نبقاش اذكياء شوية ونمشي على نظام غذائي بجانب المشروب او المشروبين اللي حاردتهم عليكم ان شاء الله في فيديو النهاردة عشان خاطر توصلوا للهدف بتاعكم في خلال 10 ايام او 15 يوم. وانا احب اطمنكم واقول لكم ان شاء الله في فيديو النهاردة انا هعرض عليكم مشروبين هيساعدوا على زيادة الوزن 5 كيلو في 10 ايام، وبرضو انتوا هتختاروا مشروب واحد بس من المشروبين دول. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هما المشروبين دول، يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المكونات طبعا المشروب الاول احب اقول لكم ان انتوا لو حبيتوا انكم تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش اي مشكله، او كمان لو حبيت انكم تعيدوا فيديو من اول تاني برضه مفيش اي مشكله، في حاجه ترجع لكم انتوا. حلو قوي. مبدئيا كده هتجيبوا شطش الخلاط قدامكم، وبعد كده هتحطوا بقى جوه شطش الخلاط كوبايه حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، بالاضافه الى 10 قطع من التمر، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من الشوكولاته السايحه، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من السمسم المطحون، بالاضافه كمان الى حبه او حبه بقد الكف يعني من المكسرات. يعني نوعوا شكلوا المكسرات مثلا يعني عين كمال على بونتو على لوت على اي حاجه من انواع المكسرات اللي ممكن تخطر على بالكم، خدوا حبه او مثلا خدوا 5 حبات من كل نوع من المكسرات، وبعد كده كل المكونات دي مع بعض في الخلاط هتضربهم. طبعا وانصحكم ان انتم ما تشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب لونه بدا يبقى بني او بني غامق شويه او هيكون بني فاتح ولكن مقارب على الغامق شويه. برضو المشروب ده ياما ساعد ناس كتيره جدا انا اعرفهم شخصيا على ان هم يسوتوا من وزنهم 5 كيلو في 10 ايام، وطبعا كله بفضل ربنا ثم بفضل المشروب اللي انا بقول لكم عليه ده. وكمان لازم تمشوا على نظام غذائي تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي. حلو قوي. فانا انصحكم ان انتوا هتشربوا المشروب ده 3 مرات او 4 مرات في اليوم. وبعد ما قلت لكم على المشروب الاول دلوقتي هقول لكم وحارط عليكم المشروب الثاني، فانا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. برضو في المشروب الثاني هتجيبوا شطش الخلاط قدامكم، وبعد كده هتحطوا بقى جوه شطش الخلاط هتجيبوا كوبايه حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، بالاضافه على كوبايه حليب كامل الدسم معلقتين كبار من الكاكاو الحلو، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من سبت فول السوداني، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره قطعه واحده كبيره من الموز. حلو قوي. برضو المشروب ده او المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط، وبعد كده
انصحكم ان انتوا برضو هتشربوا الحليب ده لما تلاقوا لونه بدأ يتغير، او المشروب ده لما الحليب يبدأ لونه يعني ايه، يبقى لونه اوبايت غامق او بني مدي ما بين الغامق والفاتح شوية، بحيث ان كل الفوائد تنتمج مع بعضها. وبرضو في بنات والسيدات انا اعرفهم معرفة شخصية وقريبين مني قوي، قدروا ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم في خلال 10 ايام بالظبط. واحيانا في بعض الاجسام مش بتستجيب بسهولة، فبتاخد وقت 15 يوم او 30 يوم، بس دي حالة نادرة جدا. فانا عايز اطمنكم واقول لكم ان انتم يعني تهتموا بالمشاريب دي كويس جدا، وان شاء الله باذن الله وزنكم هيزيد 5 كيلو في 10 ايام ان شاء الله. وبرضو لازم تمشوا على نظام غذائي تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي، وانصحكم برضو ان انتوا هتشربوا المشروب ده 3 مرات او 4 مرات في اليوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى مشروبين هيساعدوكم بشكل كبير جدا على زيادة الوزن 5 كيلو في 10 ايام، احب اقول لكم ان انتوا يعني هتمشوا على مشروب واحد من المشروبين دول علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم. ولو حبيتوا انكم تبدلوا المشروب اللي انتوا كنتوا متعودين عليه في مشروب تاني، على الاقل لازم يكون فات 10 ايام او 15 يوم علشان تبدلوا المشروب اللي انتوا كنتوا متعودين عليه بمشروب تاني حلو قوي. وبرضو لو حبيتوا انكم تفضلوا مستمرين على المشروب اللي انتم متعودين عليه لحتى ما توصلوا للهدف بتاعكم، برضو ما فيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم حلو قوي. واهم حاجه يا جماعه، لازم تحاولوا على قد ما تقدروا خالص، انا مش بكبركم على حاجه، ان انتم تمشوا على نظام غذائي تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي لو كنتوا عايزين توصلوا للهدف بشكل سريع جدا فوق ما تتخيلوا. وبرضو ينفع انكم تمشوا على المشروب بس، وان شاء الله باذن الله هتوصلوا للهدف بتاعكم. بس اهم حاجه ان انتم يعني ايه، يبقى عندكم صبر، بالكم طويل، اهم حاجه الاستمراريه على المشاريب دي. وبرضو لما توصلوا للهدف بتاعكم انصحكم ان انتم هتشربوا مشروب واحد من المشروبين دول، يعني مثلا ايه، ممكن مره واحده في اليوم، ولكن هيكون 3 او 4 مرات في الاسبوع عشان خاطر تحافظوا على النتيجه بتاعتكم او تحافظوا على الجسم اللي انتم وصلتوا له بصعوبه. وطبعا لو كان عندكم يعني اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي، وانا بجد بشكركم من قلبي، ها من قلبي، على صبركم وتعبكم ليا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتعودين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا كمان. سلام عليكم.